يعني. إذن دستوريا هناك اختلاف، لكن شعبيا لنقول سيد الغانم إذا سمحت لي، لماذا يصر الرئيس التونسي على المضي في مساره وخطواته أيضا في تونس رغم الأقبال الشديد الشعبي في ما ظهر من انتخابات البرلمانية السابقة، وأنت تعلم بأن النتيجة كانت قرابة 11% بالمشاركة التونسيين في تلك الانتخابات، ألا تظهر ذلك بأن الرئيس التونسي يعيش الآن أو يحكم وحيدا في تونس؟ لا ابدا، يعني هناك ايضا يعني تغليب لقراءه على حساب قراءه اخرى. في الحقيقه التامل الموضوعي في المشهد السياسي في تونس بقدر ما هناك انقسام داخل الساحه السياسيه فان هناك اجماعا شعبيا غير مسبوق حول رئيس الجمهوريه. يعني هناك اجماع حول رئيس الجمهوريه تجسد 9% على الاجماع. ما الدليل على ذلك؟ يعني اذا ما اخذنا الانتخابات الاخيره الظاهر يقول العكس. سأوضح. تفضل. إذا نحن انتقلنا باختصار، انتقلنا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. المواطن التونسي الآن لم يعد معنيا بالبرلمان بالبت. البرلمان بعد أن رذله الذين كانوا فيه، والبرلمان بعد أن قدم صورة مشوهة لعمل مؤسسة صارت في الحضيض، يعني الطبقة الشعبية والمواطن في تونس يعني غسل يديه من هذا البرلمان وألغاه من سلم اهتماماته. البرلمان في تونس صار هو عنوان الأزمة وصار هو عنوان الفشل. والمطلب الرئيسي قبل 25 جويلية، قبل أن يتخذ الرئيس قرار بحركة تصحيح في 25 جويلية، كان مطلبا شعبيا بحل هذا البرلمان وإغلاقه إلى الأبد نظرا للمشهد المزري الكارثي الذي كان يصلنا من هذه البؤرة للفساد ولهدر المال العام. إذا هناك في تونس، نفهم جيدا، هناك إعراض نهائي عن المؤسسة البرلمانية، لم تعد محل رهان المواطن التونسي. المواطن التونسي يتمنى، المواطن التونسي العادي، وأنا أحدثك وضيفك يعلم هذا جيدا، يتمنى لو أن هذا البرلمان لا يعود إلى الوجود، ويتمنى لو أن نفقات هذا البرلمان تلغى من ميزانية الدولة. ولكن الاقتضاءات الدستورية طبعا، والرئيس ملتزم بالإطار الدستوري، يعمل على إيجاد هذا الإطار الدستوري وهذا الفضاء الدستوري الذي لا يتفاعل معه الشعب. إذا تلاحظ جيدا أن الاستفتاء على الدستور شارك فيه قرابة 3 ملايين، ليس الانتخابات الرئاسية. في الاستفتاء على الدستور الذي أكد على نظام رئاسي وليس نظام برلماني، ذهب قرابة 3 ملايين شخص وشاركوا في التصويت على الدستور الجديد. في البرلمان لم يذهب أحد، وأغلب الناس لم يذهبوا، لأنهم يعتقدون أن هذه المؤسسة هي بؤرة من بؤر التوتر ولابد أن تتم قطعتها. في النهاية ليس هناك تحمس للمؤسسة البرلمانية. الناس الآن، جملة أخيرة فقط، الناس الآن يضعون كل أمالهم ويضعون كل ثقتهم في المستقبل في شخص محدد. هم يرون فيه شخص نظيف نزيه، يرون فيه غير متورط في ماكينة الفساد ولا في لوبيات الفساد، يراهنون على هذا الشخص ويتجاهلون كل ما دون من المؤسسات. لكن هذا لا يعني أن الرئيس متفرد بالرأي أبدا. الرئيس يستشير ويلتقي بالمنظمة الشغيلة، كبرى المنظمات النقابية في تونس، يلتقي بالمحامين، يلتقي بالرابطة التونسية لحقوق الإنسان ويتحاور معهم. هناك إشكال صغير، أن أتحاور معك لا يعني أني بالضرورة سألتزم بما تراه. يعني المشكلة اليوم في بعض الأطراف حين يحاورها الرئيس فهو جيد، أما حين لا يوافقها في تصورها فهي تعتبر أنه مستبد وديكتاتوري. يعني هذا ليس حوارا وإنما هو إملاء، وهذا الرئيس رفض أن ينصاغ لأي إملاء إلا الإملاءات الشعبية.